السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جينا لكم النهاردة بطريقة جديدة لعشاء الكشري المصري. عملناها لكم النهاردة بطريقة سهلة وبسيطة، وكل المكونات عملناها في حلة واحدة، يعني مش استخدمنا كذا حاجة. العملية سهلة وبسيطة جدا. ادي المقدار بتاعنا، دي الصلصة، معانا البهارات، كمون، ملح، فلفل اسمر، شطة، ودي البصل بتاعنا، ومعانا ربع كيلو رز. يعني لو عندك اي حاجة في البيت، شوية مكرونة فاضلين في كيس وشوية تانيين في كيس، اي حاجات فايضة عندك في البيت هتقومي تعملي احسن شوية كشري. هاي المكونات اهي. حطينا طبعا الزيت بتاعنا. دي الكشري الاقتصادي يا جماعة، حاجة جميلة وسهلة وبسيطة خالص زي ما انتوا شايفين كده. خليكم معايا خطوة بخطوة. هذا حطينا المكرونة بتاعتنا، النوعين اللي معانا، هنحمرهم شوية وبعد كده ننزل عليهم بالشعرية برضو، كله في حلة واحدة. مش يعني مش عملنا كذا حاجة ولا بهدلنا كذا حاجة، هي حاجة واحدة بس عملنا فيها، وهوريكم في الآخر اللي حصل. زي كده يا جماعه، بس مستني ما الزيت يعني ايه سخن شويه اهو، هديها اللون اللي هو الدهبي بتاعها، وبعد كده هحاول انزل عليها بالميه بتاعتها تغلي غلوه واحده، وبعد كده انزل بالرز. اه انا بس اهم حاجه تبقى يعني ايه التجليف فيها اول باول، عشان مش تلسع المكرونه ولا تنحرج منكم. اه زي كده يا جماعه، هي بتاخد اللون الدهبي بتاعها هو. ننزل بالشعرية بتاعتنا كمان، تخش في التحمير معانا. بس اهم حاجة التقليب اول باول، عشان خاطر المكرونة يعني ايه من اجلها نار تنحرق على طول. انا هديها اللون الدهبي بتاعها، وبعد كده انزل عليها بالمية بتاعتها. خليكم معايا يا جماعة، واحدة واحدة. أنا يعني بعمل كل حاجة طبعا براحتنا كده، ومش مجري الفيديو ولا حاجة، عشان خاطر يبقى كله مركز للطريقة. دقيقة واحدة بالظبط، الشعرية بس هتاخد اللون بتاعها الآخر. خليكم معايا. العملية كلها سهلة وبسيطة جدا. دي الكشري الاقتصادي بتاع اي بيت، وحاجه نظيفه هتعملوها لاولادكم، ولا تشكوا دي انغسلت ولا دي انعملت، حاجه جميله جدا زي ما انتوا شايفين كده، واقتصاديه ومش فيها اي تكاليف خالص، وهتعملوا احسن شويه كشري في البيت، كشري مصري. انا كده نزلت بالميه بتاعته هو. حط شوية مية كمان بس، وبعد كده هغطي الحلة تغلي غلوة واحدة، وبعد كده انزل عليها بالرز. اهو يا جماعة زي ما انتوا شايفين، هديها تقليبة برضو. اه احط المكونات بتاعتنا بقى، ملح وكمون اهو يا جماعة، دي الكمون، وان شاء الله يعني ايه هتاكلوا احسن شوية كشري. الطريقة دي سهلة وجميلة، وهتشوفوا في الاخر النتيجة، واللي هيجرب يقول لي النتيجة بتاعته ان شاء الله ايه اللي حصل معاه. اهو يا جماعة، هغطي الحلة زي كده، تغلي غلوة واحدة بس المية بتاعتنا، وبعد كده هنزل عليها بالرز. اه هنزل بالرز قدامك اهو، المية غليت، الرز بتاعنا الربع كيلو بتاعنا رز، مع كيس مكرونة طويلة، مع كيس مرمرية صغيرة. عملنا أحسن شوية كشري. هحاول أديهم تقليبة مع بعض برضو، بس هنزل شوية الرز اللي فاضلين.
اه زي كده يا جماعة، هنقلبهم كده. و5 دقايق بالظبط هتشوفوا الطريقة بأحسن الطرق اللي انعمل بقى كشري. اه يا جماعة زي ما انتوا شايفين هقرولكوا، هو كده قرب يتشرب شوية، يعني دقيقتين بالظبط وهنطفي عليه النار. انا بديله تقليبة كده بس. اهو يا جماعة زي ما انتوا شايفين انا هغطي عليه برضو واسيبه دقيقة كمان. هنعمل الصلصة مع بعض، شوفوا الطريقة. معانا معلقة ثوم، طبعا حطينا زيت في الاول، نحمر الثوم بتاعنا كويس، نديله اللون الذهبي بتاعه. اهو يا جماعة زي كده ياخد اللون الذهبي بس شوية، وبعد كده ننزل عليه بحوالي معلقة خل كبيرة. خليكم معايا يا جماعة. والله حاجة جميلة خالص. اه انا بعمل التوم بتاعنا اهو كده خد اللون الذهبي بتاعه شوية، بعد كده هحاول انزل عليه، هنزل عليه بالخل زي كده. اهو يا جماعة خليكم معايا، العملية والله سهلة خالص خالص خالص، ومش عملت اي حاجة خالص غير حلة واحدة بس اللي عملت فيها المكونات بتاعتي كلها. يعني النفر بيبقى عاوز يعمل حاجة يقولها هبهدل دي وهعمل دي وهعمل دي، هي حلة واحدة اللي عملت فيها كل حاجة، وحلة تانية عملت فيها الصلصة، يعني العملية سهلة خالص. اه هنزل عليها بقى بالطماطم زي كده. اه يا جماعة خليكم معايا، هسيبها بقى تتسبك شوية عبات ما اخش اعمل اغسل العدس بتاعي برضو واقلع عليه. ندعة سكر طبعا ربع معلقة صغيرة عشان خاطر يعني ايه الصلصة بتاعتنا تبقى مظبوطة شوية. اه يا جماعة احنا مولعين على الصلصة، قربت تتسبك اهي، 5 دقايق بالظبط وهطفي عليها، هحطلها بس البهارات بتاعتها الملح والكمون والفلفل الاسمر بتاعها وربع معلقة شطة صغيرة، عشان انا في ناس يعني ايه الاطفال الصغيرة مش بتحب الشطة، فانا هحط نسبة بسيطة نسبة بسيطة بس زي كده. هنخش نعمل الدقة بقى اللي هي دقة التوم، معانا معلقة صغيرة توم مفروم، هننزل عليهم بمعلقة ملح صغيرة برضو، نص معلقة كمون، وهنحط شوية كزبرة من اللي هي الناشفة، كزبرة الصفرة العادية اللي هي الناشفة، وربع معلقة شطة صغيرة برضو زي كده. المشكلة الأطفال يعني النفر بيبقى عاوز الحاجة حارة، بس الأطفال طبعا يعني إيه بأكلوك بكيفهم، أو اللي عنده طفل باكل عشان خاطر مش يقدر يعمل حاجة الطفل مش بحبها أو تتعب التفل. أنا بنزل عليها بالليمون أهو، معنا طبعا 3 ليمونات كبار، هنعصرهم حلو. دي دقة التوم اللي ببقى حاطينها في جزايز في محلات الكشري، بس دي طريقة جميلة جدا واللي هيجربها هيحبها مع جميع الأكلات. هننزل عليها بشوية مية صغيرين، ربع كوباية مية، شوية خل كمان. العدس بتاعنا الاخر اهو ولعنا عليه زي كده، حطينا العدس والميه بتاعته
وربع معلقة ملح بس عشان مش يبقى حادق، 5 دقايق بالظبط وهصفيه. ودي البصل بتاعنا قطعناه شرايح عادي وحطينا عليه شوية دقيق صغيرين وقلبناهم مع بعض. دي الزيت اهو، انا بعمل له اختبار بس بحتة بصلة صغيرة اشوفه غلي ولا لسه، وبعد كده هنزل عليه بالبصل يا دوب ريحة دقيق صغيرة عشان خاطر مش يكلكع في الجلية، وفي نفس الوقت مش يشرب زيت منكم. اهو يا جماعة انا بنزل بالبصل بتاعنا اهو، خليكم معايا للاخر هتشوفوا البصل بتاعه اهو، انا بحمره اهو زي كده، لازم ادنى اقلب فيه على طول عشان خاطر مش حتة تحمر وحتة تبقى لسه بيضة وتلاقي حتت سمرة وبتاع، لا كده هيبقى كله لونه ذهبي زي ما انتوا شايفين. دي طبعا الكشري بتاعنا اهو طافين عليه، ودي الصلصة اهي طافين عليها رخرة، ودي الدجة بتاعتنا رخرة هي، والعدس اهو ان شاء الله صفيناه، والبصل بتاعنا رخرة اهو. خليكم معايا يا جماعة، احسن طبق كشري اهو، ويا ريت تجربوا وتقولوا لي الطريقه عملت ايه معاكم. انا طبعا في ناس بتحط حمص وحاجات من ده انا مش بحبها، انا بحب الحاجات الطبيعيه زي ما احنا عارفينها كده في بيوتنا وكناها من اهالينا زي كده. ادي طبق الكشري، هو ده طبق الكشري بتاعنا يا جماعه الاقتصادي، جربوه ان شاء الله وقولوا لي رايكم. ودي الحله بتاعتنا اهي من تحت مش في حاجة لازقة فيها هي، وما تنسوش بقى لايك وشير واشتراك بالقناة.